اي صعيب ما عرفتش واش نقدر بدا نابلود هذا الفيديو ولا ما نقدرش، حيت فريمون صعيب هذا الشيء. ممكن نقدر نقول حتى واحد الطبيب الوحيد اللي سمعه وقيله. تشك تشك الى شفتوا هاد الفيديو هادي، الا شفتوا هاد البداية هادي عرفوا انكم غادي تفرجوا في واحد الفيديو شخصية بزاف. دونك نصحكم انكم تفرجوا فيها كاملة وتكملوا حتى الاخر. ما عرفتش اين النهار غادي مونطي هاد الفيديو ونحطه، ولكن واحد الموضوع تيخصني نهضر عليه اللي هو موضوع شخصي ولكن مهم. ما عرفتش كيفاش غادي نبدا صراحة. المهم غتكونوا كتعرفوني انا بعدا صابر من فيتنس بالتاريخ. صباح الخير صباح الخير وداك الشيء، ولكن كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما كتعرفوهمش. بحال شي مرات كنخبر بحال اللي حاليا راني غابر على انستغرام، غابر على ستوريات. علاش؟ حيت كناخد شي اوقات تيخصني نرجع للور، تيخصني نفكر نركز. المهم نعاود نرتب الاوراق ديال الحياه الشخصيه. المهم الموضوع ديال اليوم غادي يكون هو اكتئاب. كنقولو كنضحك، وي موالف صراحه كنضحك في الكاميرا، موالف كنضحك في ستوريات. داكشي علاش ملي ما كنكونش حاس ما كنبغيش ندير ستوريات اللي كايله انشر داكشي زائف. المهم كيما كتعرفوني كنكون، المهم كنكون ضحك في غالبيه الاحوال، ولكن عادي كيجيو شي اوقات اللي كنكون ديبريم، كنكون مكتئب. واحد الحاجه اللي عادي صراحه وليت كنتعايش معها من شحال هادي، ماشي جديده، هو الاكتئاب اللي عندي صراحه. فهو شنو نقول لكم، باثولوجيك، اي زعما فهمتي، فا اوفيسيال، فتمشي الطبيب تيقول لك بانك فري، ماشي واحد جوج صراحه تيقول لك انك مكتئب، الثالثه هنا في فرنسا كذلك تيقول لك بانك نيت كتعاني من اكتئاب وبعض الاشياء الاخرى اللي غادي نهضر عليهم هنا في هذا الفيديو النيت، واللي ما كنبغيش نشرهم. هادشي ما كنبغيش نشرو حيت تيجيني بانه نيجاتيف فايبس، تيجيني انه شي حاجه اللي سلبيه، واحد المهم مشاعر اللي سلبيه ما خصنيش نشرهم. واخا ديما كنقول بان هادشي خصني نهضر عليه، حيت كيجيوني بزاف د الميساجات وشحال من واحد الطريقه هذه باش كنشوف الميساج، شحال من واحد كيعاني منه صراحه في الخفاء، وكيجيو كيسولوني كيقولوا لي كيفاش ندير، فما عنديش الموتيفاسيون باش نتريني، ما بقاش عندي موتيفاسيون باش ندير ريجيم، ما بقاش عندي بزاف ديال الحوايج اللي صراحه بزاف د بناتهم كيبان له راسو راه غير بوحدو اللي كيعاني من هذا الشيء. لا ماشي بوحدك اللي كتعاني من هذا الشيء، فبزاف ديال الناس صراحه كيعاني من الاكتئاب. وحده من اكثر الحوايج اللي كثراتها مؤخرا فهو السوشيال ميديا، ولا المهم مواقع ديال التواصل كاملين. علاش؟ حيت الاغلبيه كنبداو ندخلوا في واحد المقارنات، كنبداو نشوفوا بزاف ديال الحوايج، كنبداو نقارنوا راسنا، هذا فرحان كيبان لنا الاخر فرحان كنشوفوا. حيت لاش؟ حيت السوشيال ميديا وانستغرام. بعدا انستغرام علاش دار؟ فهو غير باش ننشروا، دار باش تنشر دوك التصويره ديال اللقطات المزيانه اللي عندك في حياتك. دونك ومازال لحد دابا في بنادم كينشر فيه داكشي اللي مزيان، خلاص شبعنا اشعارات وداكشي، ولكن هادشي ما غرضنا حنا. الغرض ديالنا هو اننا نشوفه ما بين البيرز. دونك كتجي كتبدا تشوف بزاف ديال الحوايج اللي واصل لهم بنادم اللي يقدر يكون بحالك في السن، اللي يقدر يكون اكبر منك، اللي يقدر يكون صغر منك. المهم كتبدا تقارن راسك مع بزاف ديال الحوايج، لا داكشي اللي واصل له من ناحيه الجسم، لا داكشي اللي واصل له من ناحيه ما عرف الانجازات الشخصيه. المهم بزاف ديال الحوايج كنجي كنبدا نقارن راسي. هادشي اللي صعب، هو اللي صعب صراحه في هاد المواقع التواصل الاجتماعي، حيت هاد المقارنه هادي. واخا شحال مره كاع تقول بانك وصلتي لواحد الماتوريتي، بانك ناضج، وبان داكشي ما تاثرش عليك، وعارف بان داكشي غير كذوب، ولكن عقلك الباطني راه ما كيقدرش يفرق هادشي. عقلك الباطني فراه داكشي كيشوفو، كاين اللي كيدير تحفيز، كاين اللي كيجي الاحباط، كاين فهمتي اللي كيبغي يشوف داكشي كيبغي يوصلو، كاين اللي كيحبطو. هو واحد الحاجه اللي خصنا نعرفو هو ان كما قلت لكم، فتما كنشرو غير المواقف اللي عندنا مزيانين، كنشرو غير داكشي اللي زوين. فالحاجه الخايبه مثلا بنادم اللي كيجي حاجه خايبه فما يجيش ينشرها تما، قليل، فكيجي كينشر غير الحاجه المزيانه.
صافي دونك انت ملي كتجي كتسرى ستوريات ولا في لي بوست كيبانوا لك بزاف، يبان لك هذا الزوين ديال هذا، الزوين ديال اكس، زوين ديال هادي، زوين ديال هذا، المهم تيبان لك غير لقطات زوينين كتقول كلشي عايش مزيان وانا لا. فهمتي الحاجه اللي خصنا نعرفوا هو ان داك الشيء بحال مثلا ملي نهضروا على الاجسام، دوك الاجسام اللي كتشوفوهم مثلا الاغلبيه اللي كيتبوستاو، فكتلقى اول حاجه كيكون بنادم كيبوستي احسن تصويره خدا. خصكم تعرفوا بان المودلز ولا اي واحد كيتريني ولا غير نتوما عرفوا شوفوا راسكم شحال من تصويره كتاخذوا باش تلقاو تصويره زوينه، راه كتاخذوا على الاقل واحد 10 ولا 20 تصويره باش يبان لكم باش تقدروا تختاروا. فهمتي قليل كتاخذ بزاف ديال التصاور وملي كتبغي تحط كتحط مزيان. زيد على هذا الشيء السيت اللي كتكون فيه فهاديك البلاصه اللي كتصور فيها كتجي لاحسن حاجه، يا اما كتكون لابس مزيان، يا اما كتكون مثلا بومبي مزيان، فهمتي، ولا كتكون مثلا في واحد الريجيم مزيان. المهم كتجي في احسن وقت، كتجي في احسن وقت وكتختار احسن تصويره اللي فيها احسن ضوء ولا احسن زاويه ولا احسن بزاف الحوايج، وكيقدر كاع اللي كيزيد واحد الدرجه صغيره فانه كيزيد الفلترات، وكاين اللي كيزيد درجه مكبر فهو كيدير الايديتين كاع في فوتوشوب اللي كاع كيبدا يحرف التصويره بما اكثر. ملي كنقول فوتوشوب على اي ابليكاسيون اللي كتساعد انك تبدل بزاف الحوايج في التصويره. دونك ملي كتجي انت كتشوف بزاف ديال التصاور اللي اللقطه الطوب ديال الطوب ديال الطوب ديال واحد مع الطوب ديال الطوب ديال الطوب ديال واحد اخر، وكتجي وكتقارنه مع العادي مع راسك انت حاليا. مقارنه فاشله من البدايه كتكون خاسر تكون ما تكون، ولكن ما كنتي غتكون فكتكون خاسر من الاول. انا هذه غير نصيحه اللي كنقولها لبنادم اللي كيجي عندي، ما كاين بزاف ديال الناس اللي مصابين مثلا ديبرسيون اللي ماشي ما داخلش فيها هذا الشيء، يقدر يكون تيداكلونش حيت بزاف الحوايج كيعرفوا انهم كيبداو لك كتسمى كاتاليزور ولا المهم اللي كيبدا لك اللي تيبدا لك هذيك ديال الديبرسيون واللي ما كتكونش عارفه. المهم الدبرسيون فيها بزاف ديال الحوايج صراحه، كاينو ثاني الدبرسيون اللي كي ديكلونشي على الحوايج اللي فينونسير شي حاجه اللي ماديه، وثاني فهمتي ملي كيكون بنادم مزير ولا ما كيلقاش شي مخرج ولا شي حاجه فكيديبريمي واحد الحاجه حتى هي اللي عاديه. المهم كاين بزاف ديال الحوايج، بنادم كيدوخ كطوخ بيه الارض ما كيعرفش راسو واش غادي في طريق صحيحه واش ما كيتلف دونك على بيه كتجي الدبرسيون. هي واحد الحاجه اللي طبيعيه، راه ماشي راه واحد الحاجه، واحد الكوبين ميكانيزم، واحد الاداه ديال الدفاع باش الجسم ديالك ولا العقل ديالك يقدر يحامي على راسو، كيقدر يمنع زعما المهم يبلوكي هذوك هذاك الشيء السلبي اللي كيجي، واخا كيدوزك من واحد المرحله خايبه ولكن ضروريه في الحياه. ف كاين بزاف ديال لي تيوري ديال النظريات اللي تقولك بان الاكتئاب واحد الحاجه اللي عاونت بنادم انه يزيد لقدام، ومازال ما عرفت صراحه فهم غير نظريات مازال النظريات، ولكن المهم مازال كيقولك بان زعما واحد الحاجه اللي مهمه للانسان. وغالبا انك انت دزتي من واحد المرحله خايبه فكتشوف بانك ملي كتخرج منها فكتخرج كبير، كنقول كبير زعما ماتور، كتخرج معلم بزاف ديال الحوايج، مبدله لك النظره ديال الحياه، كتخرج غالبا مطور فهمتي، فزعما مطور مديفلوبي ايفولفي. من ناحيه القضيه الشخصيه باش ما نخرمش عليكم، المهم ندوي عليكم زعما على انا، حتى انا ما بسيكولوج ما سوسيولوج ما والو باش نجيكم نيش نفعل داك شويه ديال العلم وشويه ديال هذاك الكوريوزيتي هذاك الفضول اللي تيكون عندي، وكنمشي كنقرا بنادم شنو قال وكنحاول نفهم واحد الحاجه وكنجي كنهضر فيها وصافي. مي ما كنقولش لك بان هادشي اللي كنقولو 100% صحيح ولا هادشي اللي كنقولو، فانا كنجي كنقول لك وجهه النظر ديالي وشنو فهمت من الناس اللي متخصصين في الميدان. دونك من الهضره ديالي تقدر تكون ناقصه تقدر تكون زايده، ولكن دابا المهم نهضروا على الجانب الشخصي ديالي. فكما قلت لكم كنعاني صراحه من اكتئاب من شحال هادي ماشي جديد، فمن وقيله من المهم من 2010 ولا 2011 ولا شي حاجه، المهم اواخر الليسي وتما فين اصلا بديت كنتبدل من ناحيه الجسم ديالي. فما عرف واش شحال كانت محاميه على الديبرسيون ولا ولكن المهم ما عليناش. المهم بديت كنمر في واحد البيريود اللي خايبه، ما طراو شي حوايج عائليه ف لا داعي زعما انني نذكرهم، ولكن المهم وحده على حاجه على حاجه صافي ما عرفتش تلقيت راسي فهمتي بانني تبدلت بزاف على اللي كنت، فكنت سوسيال كنت زعما بزاف د الحوايج وحيت راسي تبدلت بزاف، والتغيير مزيان ولكن المهم ما عليناش، التغيير مهم ضروري في الحياه. بقيت غادي هكا كنت حارب صراحه في الاول ما عرفت، ولكن ملي فهمت ما المهم
ما لقيت داكشي زعما سي تروطار. الحاجه الوحيده اللي كنت كندير فهي السبور. بالسبور صراحه كنت كنحامي على ولا كن شنو نقول لكم كنحارب شويه هذا داك الاكتئاب. المهم ما عليناش، تيدوز نهار مزيان نهارات خايبه، المهم هادشي عادي، الابس اند داونز، الطلوع والهبوط ديال الحياه هو هذا. صافي تاوقع لي واحد البريك داون شويه خيالي، وقع في 2016 ولا شي حاجه هي هذيك، فين صافي عرفت بان انا خصني نمشي للطبيب. فعلا مشيت للطبيب، المهم اول مره، المهم كنت كندير دي سيسيون بعدا باش يعرف يشخص الحاله، درت غير شي 3 ولا 4 ديال السيسيون، ومن بعد عاد باش خرج لي الدواء. المهم شنو كان قال لي هو ان في اكتئاب و الانزايتي القلق، والبي تي اس دي بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. الثلاثه هادو اللي قال لي، وقال لي بان فهمتي بان الا ما درتيش فكاين بزاف ديال الحالات اخرين اللي يقدروا انك كيجيو. المهم قال لي زعما بانك برون بزاف د الحوايج، ومع لا سيونس غادي يبان لنا. المهم نشرح لك من كل وحده. اكتئاب فهو صراحه ما كتكونش الموتيفاسيون، الاكتئاب ف المهم ضد ديال الاكتئاب صراحه هو الحياه، هو انك كتبغي دير الحاجه كتفهمتي، فكت كتبغي دير بزاف د الحوايج، كتبغي ما عارف، المهم كتبغي تعيش. هذا هو العكس ديال الاكتئاب. دونك الاكتئاب هو ملي ما كتبقاش باغي تعيش، هذا هو الاكتئاب بالنسبه لي. المهم هذه زعما الرؤيه ديالي انا. وبالنسبه للقلق فهو واحد ليطا اللي صراحه زعما خايب بحال القلق. انا نقول لكم ماشي بحال ملي كيكون عندك واحد الامتحان، ولا مثلا تخيل معايا انك كدوز واحد الامتحان وبقات لك واحد 5 دقائق الاخرى وانت مازال لك النص ديال الامتحان، واشتي هذاك الستريس اللي عندك في ديك 5 دقائق هو كيبقى لك 5 شهور ولا 5 ايام ولا 5 سيمانات ولا 5 سنين ولا دونك كيبقى قلبك فهمتي كيخفيف كيضرب بحال هكا، كتبقى مخلوع من والو ما عارفش علاش. دونك ما كتبقى مخلوع، كتبقى مخلوع لديك المده الطويله كامله. الحاجه الثالثه فهو البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، اللي نورمالمون كيجي البنادم اللي كيجي لهذوك الناس اللي مدوزين الحرب وداك الشيء، من بعد ما كيدوزوا الحرب كيبقى بزاف ديال الحوايج كيدكلونسيو لهم هذيك الحاله اللي كانوا فيها في الحرب. المهم كيتبدل المود بزاف، كيتبدل زعما المورال بزاف، تقدر تكون ضاحك في لحظه، تقدر فهمتي في اي لحظه تبدا تبكي، تيكون هذا داك العنصر اللي غالبا كيكون داك الشيء بسبب واحد تروما، واحد ما عرف شنو هي تروما. المهم هذا هو زعما التشخيص اللي كان قال لي، وقال لي بان خصنا نعرفوا، عاوني بزاف صراحه سينس، قال لي خصنا نعرفوا شنو اللي كيدكلونشي، شنو الحوايج اللي كيبداو لينا هاد لي زابيزود، حيت ماشي ديما تيكونوا هاد لي زابيزود. دونك شنو الحوايج اللي كيبداو لينا هاد الشيء. بطبيعه الحال كنت كناخذ حتى الدواء وداك الشيء، ما بقيتش مع الرياضه. من بعد داك الدواء لاحظت بانه كيخليني كالم بزاف، كيخليني ما عارف ما كنحس بوالو. دونك حتى داك القلق ما تيكونش، ولكن باغ كونط ما كنحس بوالو. دونك خاوي من الداخل، اللي توا لاحظت بانه توا خايب. ما من بعد نجيكم، ما عرفتش صراحه واش خايب ولا ما خايبش، ولكن المهم قررت انني خلاص طبيعه الحال دويت معاك، قلت له غنحبس الدواء داكشي وصافي، وغنحبس. قال لي لا ما يمكنش لك تحبس الدواء هادي. صافي قررت انني غنحبس حتى لسيونس، حبست كلشي الدواء سيونس وكلشي، وقلت غادي ناخذ الامور بيدي. ما عليناش، دونك بقيت في هذوك التخبطات، مره طالعه مره هابطه ديال الحياه. داكشي صراحة غادي وتقلال، ولكن غير ما دوك شنو سميتو ملي وليت كيجيو هادوك الحالات، فكيجيو بزاف. فبحال دابا هاد المرة كنتي نزلتي تال 5 وعاودت طلعتي مزيان، المرة الجاية عاوتاني تنزل للربعة، المرة الجاية عاوتاني ملي غتنزل للثلاثة وانت غادي وكتنزل. دونك اشاك فوا النزلة كتكون صعيبة، هو بطبيعة الحال المدة ولات زعما، ولا الفريكونس الوتيره باش كيجيو هاد لي زابيزود ولا الطويله. مثلا في شحال مره كنبقى مزيان لمده شهرين 3 شهور هادو، ولكن شي مرات كتجيو ثاني هذيك فين كنغرق وكنعاود نرجع من بعد، ولكن ديك الغرقه كتكون صعيبه. المهم اللي لاحظتو انه بزاف ديال الحوايج زعما من برا كياثروا عليا، فالا سمعت شي حاجه خايبه ولا شي حاجه كتبقى ليا لداخل، كتبقى هذا وكتضرني زعما، الا شتي واحد طرات له شي حاجه خايبه ولا شي حاجه كتضرني لداخل. دونك حاولت ما امكن انني كنتفادى اي واحد كيقول لي بان المهم كيقول لي زعما اخبار خايبين، كنحاول نحبسو بمره علاش هذا الشيء زعما كيضرني من بعد في لون تيرم كيضرني. دونك صافي الا طرات لك شي حاجه خايبه سمح لي، ولكن ما تعاودش ليا دابا.
نيسان حيت لقيت بانني بحال البونجا كنمص ديك اللورا الخايبه ديال بنادم كنجمعها كنخليها، دونك خايبه هاد القضيه خايبه، فنقدروا نقولوا امباتيك بزاف اللي فهمتي. المهم كنحس بنادم كنحس بيه بزاف اللي وخايبه باش تجيكم نيسان من بلان ما تلعب. حيت الحوايج الخايبين كتجبدهم، ومع الوقت الحوايج الزوينين ما كتبقاش تجبدهم، كتجبدها الخايب. المهم دزت بزاف ديال الحوايج باش نكوبي مع هادشي صراحة، ف كاين شي حوايج بزاف اللي ما نقدرش نقولهم. انا درت بزاف ديال الحوايج تخرميزات صراحة، المهم بزاف نقدر نهضر على بزاف انواع البليات اللي دوزتهم باش نحاول زعما ندير، ولكن المهم خرجت منهم من غير البلي ديال لاصال بطبيعة الحال. فمازال البلي ديال لاصال وهي اللي حاليا مازال كنلاحظ بانه فوق ما كيحبس لاصال فكتجيني واحد الدبرسيون خايبه. بحال دابا مع الكوفيد حبست المره الاولى مرضت، دابا عاوتاني هاد الحبسه الثانيه مرضت. في المغرب كذلك كنت واحد المره تضربت في يدي ما قدرتش نبقى نتريني مرضت، دونك مشيت وليت كنتريني غير لتحت باش وليت مزيان، دونك مازال عندي المشكل غير هو المهم لاصال كتكالي ليا شويه الصاد. الحاجه الاخرى فهي صراحة كنحاول نشوف زعما الحوايج المزيانين اللي عندي، ولكن شي مرات ملي كتكون في داك السيت راه مكيبانوش الحوايج المزيانين. داكشي علاش خصك ملي تكون مزيانين مزيان تحاول تكتبهم، فتنحاول نكتبهم ملي كنكون مزيان باش ملي نكون خايب نمشي نقراهم نيشان، حيت في ديك الحاجة ملي كتكون خايب ما تقدرش يجاوبك هذوك الحوايج المزيانين اللي عندك في حياتك. الحاجة عاوتاني اللي تعلمت هو ان داكشي ماتيريال اي حاجة مادية فمكتنفعش، بالعكس عاد ما كتزيد. ما كاينش كان تيصحابني في الاول زمان القضيه الماليه هي اللي غتلعب، ولكن من بعد لقيت بان واخا ماشي قضيه الفلوس، واخا تيكون عندي زعما اكثر من داكشي اللي نحتاج نخسر فمازال نفس الحاجه ولا بير كاع. مازال ديك الساعه كتقول على الفلوس راه مازال فهمتي ملي يكون عندك هادي راه غتولي مزيان، ولكن لا لقيت بان لا ماشي هذاك الشيء، بان ما عارف المهم هذاك لا ريزون دو فيف هذاك السبب علاش تبقى حي ما كاينش، هذا هو المشكل ما كتلقاش فهمتي زعما علاش غتبقى حي. دخلوا لي زعما في المجال الديني وداك الشيء وما بغيتش زعما بغيتش ندخل فيه في حاجه اخرى، لا بطبيعه الحال فاه كاين فاف وخصك تلقى شي حاجه اللي كتبغيها بطبيعه الحال. فلا كنتي مثلا غادي ترتاح مزيان نجيكم نيشان، كنتي ترتاح في القرآن اسمعوا، كنتي ترتاح في الموسيقى اسمع. باش نقول لكم زعما نيشان خلينا من حرام ولا حلال ولا هادي ولا انا كنحاول نهضر وجهة النظر ديالي كما قلت لكم وجهة النظر ديالي اللي ضعيفة وعادية. انا لقيت الراحة ديالي في لاصال، كنتي كترتاح في اليوغا، كنتي ترتاح في الجرى جري، كنتي كترتاح، دونك خصك تحاول تلقى شي حاجة اللي كترتاح فيها وتحاول ديرها تقديرها بزاف. فانا كنكتب بزاف د الحوايج، كنلقى الراحة عاوتاني فانا نكري نخلق بزاف ديال الحاجات، وعلى هادشي على هادشي كنت درت اصلا فيتنس بالدارجة، حيت فديك اللحظة اصلا اللي درتها ما كان عندي النيت ما كاينش عندي شي سبب، قلت راه ندير نشر هاد المعلومات اللي كنعرف على لاصال وهداكشي نشرهم وصافي. المهم من بعد المهم داكشي بدا كيكبر، و لا داكشي ديما كتقولوا لي زعما كنقول لكم زعما راه هادشي اللي كنعطيكم ما كافيش، كتقولوا لا راه كافي، لا ما كافيش، حيت فريمون الحاجه اللي خديت من هنا فهو المهم كيجيوني بزاف ديال الميساج ديالكم، كيجيوني بزاف ديال الحوايج اللي كيخليوني غادي. ففهمتي بحال بدا كاين واحد السبب علاش انني نعيش، كاين واحد السبب ديال انني ندير شي حوايج زعما ديال السبب انني نبقى هنا اللي هو انني نكري نعاون الناس في هاد القضيه هادي. فالمهم نحاول نزيد بهاد الفيلد هذا في المغرب. انا واحد الحاجه اللي كنتني شحال هادي هو ان باغي نخلي البصمه ديالي في التاريخ، انني دزت من هنا ماشي غير ندوز، ما عرفتش شنو تقدروا تسميوه، ولكن باغي ديما انا نخلي شي حاجه لانني زدت شي حاجه للبشريه وماشي غير جيت ولا بقيت حي ومشيت، لا جيت وعشت وخليت ومشيت. ومهم باش نرجعوا للقضيه ديال الدين، فبحال مثلا انا عندي مشكل هو ان القران نسمعه، ولكن ملي كنسمعو فكندخل في واحد الحاله اللي ماشي شويه خايبه، ولكن فكيفكرني في بزاف ديال الحاجات، تيفكرني سورتو في الموت كتجيني شويه صعيبه، واحد الحاجه اللي كنبقى كندور ماشي كيجيني زعما كيفكرني في الموت ديال انني غنموت، لا نكره ما عنديش مشكل. فانا شحال هادي اقتنعت بانني صافي راني وصلت لواحد الحاجه اللي واجد انني نمشي صافي، فدرت اللي عليا ممكن انني نمشي نموت عادي، ساليت المهمه ديالي في هذه الحياه، ولكن لا كيفكرني في حوايج اخرين. المهم ما عليناش،
عجبني اني اعطاه الكاميرا وكنهضر، حيت المهم ما كنحس براسي مزيان و اي صعيب، ما عرفتش واش نقدر بدا نابلود هذا الفيديو ولا ما نقدرش، حيت فريمون صعيب هذا الشيء. ممكن نقدر نقول حتى واحد الطبيب الوحيد اللي سمع وقيلا الكتاب اللي كنكتب، الكتابه اللي كنكتب، كنكتب الكتاب ولكن كنكتب بزاف د الحوايج، دونك ما عرفتش واش غنقدر ندير له ابلود ولا لا. ولكن الى داك شو كتسمع هذا الشيء فدرت له ابلود و الى كنتو كتسمع هذا الفيديو بلا ما تجيو تهضروا عليه، ما تناقشوش معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو شوف واحد ما غنجاوب اي واحد تهضر لي على هذا الفيديو، هذه ما غاديش نجاوب هذا الفيديو نديرو وغادي نخليها تما وصافي، حيت تقدر تعاون شي واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا شحال ما عاونات. المهم تعرفوا بان ماشي غير بوحدكم اللي كتحسوا خايب، بان هادشي عادي. ونتمنى ان من هاد التجربه ديالي اللي المهم نقدر نقول فاشله حيت مازال متغلبتش عليها، ولكن نقدر نقول لكم ناجحه حيت مازال على قيد الحياه. وكنت ضحك راه في الضحك بزاف، انا شحال مره في حوايج سيريو كنت كنضحك زعما الضحك فعندي عادي، شحال من كنازه كنت كنضحك فيها النت وخدمة كينزلو، ولكن كنضحك علاش؟ حيت هذا ديال الحياة. صافي هادشي اللي عطات الوقت، ولكن كنكون شي وقيته اللي كنكون كاعي. المهم باش ما نطولش بزاف، خارج اني طولت وقليل اللي غيكون وصل اصلا لهاد البارتي هادي، ولكن هذا غير انا طلقت كاميرا وكهذا. هو هذا المهم، كان معكم صابر في الناس بالدارجة، ونبقى معكم ديما وبالدارجة. تهلاو.